سلسلة اللقاءات الجهوية التواصلية والتشاورية لفائدة رئيسات ورؤساء المجالس المنتخبة تنطلق من العيون. في لقاء جهوي جمع رؤساء الجماعات الترابية في الجهات الجنوبية الثلاث، والهدف تمكينهم من تملك مفاهيم المنظومة القانونية المعطلة للنظام اللامركزي ورصد الاختلالات والإكراهات وتعزيز التواصل بين الجماعات الترابية وتبادل الخبرات لتحسين الحكامة الترابية وتعزيز التواصل مع المشاركين. هذا اللقاء كيجي فواحد عده لقاءات اللي دارتها لسطرات الجمعيه، ما اللي غادي تكون تشمل جميع الجماعات الترابيه بالمملكه اللي هي 1503 جماعه. حنا دينا اليوم اول انطلاقه درناها من الاقاليم الجنوبيه واخترنا ثلاثه الجهات اللي فيهم 86 رئيس بحال اللي ذكرتي. هذا اللقاء هذا اولا عنده الاهداف ديالو التواصل ما بين الجمعيه ورؤساء الجماعات، ثانيا المواكبه ديال هاد الرؤساء ديال الجماعات، ثالثا كاين الموضوع اللي شفتي اليوم اللي انطرقنا له فيما يخص الصفقات العموميه وتنميه المداخيل الذاتيه. اي مشروع تنموي، اي مقترحات تنمويه للجماعات الترابيه لابد لها من تمويل. هذا التمويل ما يمكن يجي الا بتنميه قدرات هذه الجماعات الترابيه في تنميه مداخلها. الأكيد وهو أننا سنحاول دراسة الموضوع من جميع الجوانب دياله من أجل خلق بنك للأفكار والتوصيات اللي غادي تخلي السيدات والسادة النواب من المساهمة في تجويد القوانين التنظيمية لجماعتنا الترابية. خلال هذا اللقاء الجهوي تم تسليط الضوء على مواضيع عدة، منها تنمية المداخل الذاتية للجماعات الترابية ومستجدات الصفقات العمومية وإكراهات التنمية المحلية، كما نوقشت أيضا مواضيع وإشكاليات أخرى أثارها رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية كالحاجة إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية واستكشاف آليات جديدة لزيادة المداخل الذاتية للجماعات الترابية، مع التركيز على تحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد. هذه اللقاءات تفيدنا بزاف، نضع أن الجمعية كدير اقتراحات في القانون والقانون كتوافق عليه، لا وافقت عليه الحكومة يصير قانون. نضع أنه مهمة بزاف الجمعية اللي تخدم ذي الخدمات، الرئيس والمكتب اللي معاه يخدم هذه الخدمات اللي هي مفيدة للجماعات في جميع المدن اللي يهموا الجماعات هي معنية به. هذا اللقاء كيجي في إطار تواصل بشكل دائم بين الجمعية ورؤساء المجالس المنتخبة خصوصا في الجهات الجنوبية الثلاث. الهدف منه هو طرح النقاش حول مجموعة من الإشكالات اللي كتعاني منها الجماعة الترابية، لا من ناحية الموارد الذاتية، لا من ناحية تحصيل الموارد المالية، لا من ناحية مداخل الجماعات الترابية. بالنسبة لهذا اللقاء الحمد لله يعني كيهمنا عنده ياسر من الأهمية بالنسبة لنا احنا كرؤساء الجماعة الترابية، لا الحضرية ولا القروية وخصوصا القروية، لأن كان الجماعات القروية يسمر الإكراهات عندها بخصوص التذية ولا جميع الأمور ديال التسير. صراحة هذا اللقاء يعني فتحنا ياسر من الأبواب عندنا نناقشوا هذه الأمور مع الناس اللي استدعونا من بينهم رئيس جمعية رؤساء الجماعات. ختام هذا اللقاء توج بتوصيات تشدد على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الصفقات وتطوير استراتيجيات لتعزيز المداخل الذاتية للجماعات الترابية في الجهات الجنوبية للمملكة المغربية.